السلام عليكم ورحمة الله الزفلاوي. التغييرات اللي حدثت في حكومة تبون تميزت بحدثين، تنحية بالقاسم زغماتي وزير العدل واللي تكلمت عليه في التسجيل السابق، وعودة رمضان العمامرة. طبعا الكثير من الناس يشوفوا في رمضان العمامرة عودة أحد رجال بوتفليقة، حتى وإن كان هذا الرجل عمل لي يعني تقريب الكاريير تاعو كلها قبل بوتفليقة، وفي عهد بوتفليقة تقريبا النص تاع العهدة تاع بوتفليقة كان قضاها في مؤسسات دولية، يعني باستثناء فترة تاع عام واحد كسفير في البرتغال، وكان عام من قبل يعني كان حاكم بوس زعما مستشار في وزارة الخارجية. سينو منها قبل بوتفليقة ما كان، كان خدام من نصب اخرين، سافر في الولايات المتحدة الأمريكية، سافر في ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، سافر في إثيوبيا في جيبوتي، ولكن بعد مع الوقت بوتفليقة يعني تفطن للدور اللي كان قادر يلعبو رمضان العمامرة، وعطاهو منصب وزير خارجية بين 2013 و 2015، ومن بعد زاد رقاه في 2015 إلى مرتبة وزير الدولة، وزير الدولة، وزير خارجية والتعاون الدولي. هذا إلى غاية 2017. من بعد غاب السيد، وفي مارس 2019 تم تعيينه نائب وزير أول لبدوي، كان بدوي هو الوزير الأول، هو تعين كنائب وزير أول مكلف بشؤون الخارجية ووزير شؤون الخارجية، ولكن هذا المنصب بقى فيه 20 يوم لأنه تقلبت لنا عرة، بوتفليقة راح وتخلطت الأمور، يعني الجزائر دخلت في أزمتها السياسية بطريقة يعني، وأزمة سياسية ما زالت إلى حد الآن. رمضان العمامرة تقريب يعني جزء كبير من الكارير ديالو دارها في منظمات دولية، هذا اللي يسمح له باش يكون عنده ريزو تاع علاقات، عمل علاقات في افريقيا اولا لانه اشتغل كثير في منظمة الوحدة الافريقية، وفي العالم نظر المناصب اللي تقلدها في لوني في الامم المتحدة اللي خلاته يعني يعمل شبكة من العلاقات على الصعيد الدولي اللي اليوم عصابة ولاد الحرام معولة تستغلها، لأنه عصابة ولاد الحرام عرفت باللي صابري بوقادوم فشلت في كلش على الساحة الدولية، كيما ضربوا فشلوا، آخر ضربة تلقاوها خذوها من عند الليبيين، زعما العصابة لعبتها وليبيا وما ليبيا وليبيا ما ليبيا ما ليبيا، وزير الخارجية تاعهم ينقز على الجزائر ويروح المغرب ويروح يتفاوض ويحكي معاهم ويشوف ياخذ ضباير من عند المغاربة فوالا، والجزائر باقية زيرو. وعلاش باقية زيرو؟ لأنك لما تكون أحوالك في الداخل ماهيش مليحة، واحد ما يسمع لك، كيفاش راح يكون عندك
وجه وتقابل به برا، هذا ما كان. هذا السؤال هذا اللي ما حبوش يفهموها. رمضان عمامرة أولا يعني خريج مدرسة الوطنية الإدارة، فرع الدبلوماسية، تخرج ماجور دو برومو، سمعت، خدم في رئاسة الجمهورية لما تخرج في كان عهد الهواري بومدين الله يرحمه، خدم في مصلحة الإعلام والصحافة في سنة 76، من 76 إلى 79 لما تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، ومن بعد خدم في وزارة الخارجية، يعني تسلق بالعقل بالعقل. ولكن اللي معروف على رمضان عمامرة ابن واد ميزور اللي مفروض يكون تاع درديك تاع صديم، هو لا، هو دبلوماسي حتى في حياته الخاصة، في كل شيء دبلوماسي، يروح بالعقل يعني راوغ ونافق وخبث، هذه هي الدبلوماسية يعني بالمعنى اللي نشوفوها. فرغم العلاقات اللي عنده ما هوش قادر يفيد العصابة. وعلاش ما هوش قادر يفيد العصابة؟ لسببين اثنين. السبب الأول هو أنه رمضان العمامرة ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية، تاع يضحك تو فا بيان تو فا بيان لاباس صافا صافا الحمد لله، لا ما هوش صدام، يظلم ما كانش ما عندوش هذه، ولا يقول كلمته، قال يا خويا صح قال دبلوماسي، ولكن كاين حدود ما تجاوزهاش. هو اللي معروف عليه انه متملق للرونجاس، متملق للجنرالات، سينا ما كانوش يجيبوه، لان الجنرالات ما يقدروش يجيبوا واحد قوي الشخصيه في حد رجله، ما يقدروش يخدموا لانهم هما جبانا، الجبان يجيب الجبان. هذا هو المشكل تاع الدبلوماسيه الجزائريه تاع الجزائر بصفه عامه، هو ان الجزائر مسيره من طرف جبانا يشتغلوا وراء الستار، وهذا الجبان لازم يجيبوا جبانا كيفهم، لان واحد راجل في حل يجي لنا واحد مخبي مول الستار يقول لي دير هكا ودير هكا، واش بيك انا تعطيني ملف نتصرف فيه على حساب قناعتي وعلى حساب كفاءتي وعلى الشيء اللي راني نشوف فيه، ماشي نجي ناخذ اوامر منك وانت ما عندك حتى كفاءه باش تعطيني اوامر، لانه في الجزائر هذه الامور تصير. وعلاش بلاد مفيطه رايحه فايت في كل شيء؟ لانه الكفاءات مبعده. ثانيا اللي يعينوا الناس يعني في مناصب مسؤولية ما عندهمش كفاءة، وبالتالي الرديء يختار الرديء مثله، والجبان يختار الجبان، هما كلهم جبناء يعني يسيروا في البلاد خلف الستار، ما عندهم الشجاعة يخرجوا يقول لك أنا اللي نمشي في البلاد، أنا اللي ندير دولة عسكرية، هذه بغيت إلا كرهت هذه دولة عسكرية، قولها وارتاح، قولها وهنينا. العسكري الجبان ما كاش ما أرخص منه، ما كاش ما أرخص من العسكري الجبان، لأنه العسكري أول حاجة اللي يتميز بها هي الشجاعة. من أنت من الشجاعة أنت تحب مش راح تكون، راح تكون جبان. الكلام هذا اللي نقول فيه ماهوش يعني سبان، لا لازم تسمع بكل موضوعية. شوف الخطب اللي يديرهم شنقريحة، كيفاش قائد عسكري يتكلم كاين عدو وكاين كدا وما خلوش وما نديروش وجميع مترصد، يتكلم بالمعاني. لا، القائد العسكري يقول ها والعدو وين راه، يلزم ينعت العدو، قال ها والعدو وين راه، ها واش راح ندير، ومشي تخبيب ظلت هذا كل يوم تعمل لي خطاب في كازيرنا وحطوه في التلفزيون. لا، الجبان هو اللي يتكلم،
الف حد يضرب ديريكت يجوز الاكسيون، جوز الاكسيون سي محمد، ما بقاش تلغبب. هذا اللي نعرفه انا يا لالا. تقول لي داو من نجاح كم قال خطب تاع شنقريحه، لانه شنقريحه يمثل هو العينه الحيه تاع الجبن تاع العسكريين اللي يحكموا في البلاد. لما عند الجبناء يحكموا في البلاد وتجيب لي وزير خارجي مهما كانت شبكة الاتصالات ديالو، مهما كانت كفاءته، مهما كانت يعني البراعة تاعو، إذا قبل يخدم مع عصابة ولاد حرام وجبناء فصار منهم. وأكثر منك، صار خادم عند هاد الجبناء وخدم الجبناء باش يجيك منه. ما تستناش باش السيد هذاك باش ما يمد يجيب الجزائر. اللي نقبل منه صبري بوقادوم افشل. افشل ككل وزراء في قطاعات فشلوا. ما يعنيش بلي صبري بوقادوم ماهوش مليح ولا لا. هو يكفي انه يخدم مع عصابه خلاص، اذا عنده شويه كفاءه تروح له تخدم مع عصابه ولاد الحرام. ما بقاتش كفاءه، ما بقى حتى لا. الوغ واش صرا له صبري بوقادوم؟ حاول يرقع، ماشي لافريك دو سي الافريقيا الجنوبيه زعما يدير علاقات اللي هي ويعاون الافريقيا الجنوبيه تعاون الجزائر في الصحراء الغربيه في قضيه الصحراء، ومن بعد روح يدور على لي بي فرانكو انجلوفون ومداخلين، ومخلي الصح هي منطقة شمال افريقيا ليبيا يلعبولك فيها وانت تتفرج وساكت. بعد يجيك تبوني يقول لك خطر احنا تدخل، تدخل انت نحيل حنا من يديك دابور، نحيل حنا من رجليك وبعد تدخل. قالت ندخل، نروح ندخل ياك. هي الامارات قد باطئة شما تصير فيكم، الامارات قد باطئة شما تعطيكم اوامر ويعايروكم ويبخوكم. تقولي ندخل انت في اوروبا؟ واش موقع الجزائر اليوم؟ الجزائر العصابة نظام الحاكم ما عندوش وجه يبينوا على الساحة الدولية، لأنه هو التزوير محروف. يعني ما كانش عاقل فوق الأرض اللي يقدر يصدق باللي عصابة الحرام اللي تحكم في الجزائر ماهيش فارضة روحها بالتزوير والقمع والكذب والتبرعيت والسرقة والفساد، كل عيوب السبعة في هذه العصابة. سي نورمال كو البلاد مفيضة، سي نورمال بلاد تاع الخير تاع البترول الذهب اليورانيوم كلش موجود فيها، ولادها هاربين، ولادها هاربين على زوارق الموت، الاخر هاربين باش يهجوا. دونك صبري بوقادوم اذا فشل، ما نقدرش نقولوا راه فشل كرجل ولا لا، لا انا عنده ان باركور ديالو مليح، كان سفير عدة مرات، عندو 63 سنة، 63 سنة، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، لأنو درك تقريبا لي سينار بداو يبانو درك، اشتغل عدة مناصب دبلوماسية، جا العالم كامل، سمعت؟ خدم وتقريب يعني عد على نفس المسار كما رمى طلع ممره، كان كيف ممثل الجزائر في الامم المتحده، كان سفير في البرتغال كما كان خدم على مستوى المركزيه في وزاره الخارجيه، كان مدير العلاقات السياسيه الشؤون السياسيه، خدم عند بوتفليقة، خدم حزام، سمعت يعني خدم عدة مناصب وخدم في مؤسسات دولية، مثلا اشتغل على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان رئيس اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي. يعني الراجل كفاءة كاين، ولكن المشكل لما تخدم مع عصابة الكفاءة ديرها في مكتوبك، بلا خليها برا، خليها برا الكفاءة هذيك، لأنك تخدم مع جبناء وبالتالي تصبح جبان مثلا.
تصبح جبان مثلهم وتصبح نذل مثلهم وتصبح من أزلامهم مش تعود تحت منهم انت. هذا المشكل تاع الدبلوماسية الجزائرية. كلمتين، إذا حبيت الدبلوماسية الجزائرية تنجح في أي دولة يلزمك تكون بيتك نظيفة، بيتك نظيفة ومنظمة ومخدومة، انت بيتك مسخن بوريا، ولادك كل يوم اللي هارب لك على الطاقة، واللي الاخر يكسر، واللي تضرب فيه واللي يضرب فيك، تبع تخرج عند الجيران تحب تهضر معاهم ولا تقعد معاهم تقول منديروا ونديروا، ولا تجي زعما تحل مشاكل ما بين الجيران، كل روح لمشاكلك انت. هذا يعني كما نصغروا درك هكذا صايره. لما الجزائر كانت مش لاغمها تجي تطلب لك جمعية عامة استثنائية، دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 74، كانت ما كانش اللي يجي يحل فمو فيها. لما الجزائر كان تحتضن قمة دول عدم الانحياز، تحتضن قمة المنظمة الوحدة الإفريقية، كانت تترأس منظمة الدول المنتجة للبترول لوباب، وترفع في سعر البترول، تقول طلع سعر البترول من اللي كان بزوج دولارات طلعت حتى 18 دولار، كان دراهم 18 دولار تطلعها ذاك الوقت. لما كان بومدي الله يرحمه يبعث بالعيد عبد السلام تقول له تروح للملك فيصل تقول له يرفع في السوم تاع البترول ويهبط في الانتاج، الملك فيصل ما يقولوش شنو، لا قالوا طبعا ما يطلبوا بومدين ننفذوه، هذا لانه كانت الجزائر محترمه، كانت الجزائر محترمه. اليوم قلت يبعث وزير يقول ما يا جماعه نقصوا في الانتاج تاع البترول ونطلعوا في السومه، الجزائر ولات كيف كيف البترول ما تصرفش فيه، البترولها ما تصرفش فيه، ما تصرفش في السعر. هذا واقع عشناه تاريخ. لما نقولوا كانت جزائر تدخل هي ترفع سمة البترول وهي اللي تحبط في الانتاج وهي اللي تدير واش تبغي، ولما تستدعي دورة استثنائية لجمعية الأمم المتحدة ماشي داعي باش تقول نعاودوا ننظروا في العلاقات الاقتصادية، المنظومة الدولية الاقتصادية لابد من مراجعتها. يعني كي تضرب في المكتوب تاع القوى الدول الغنية قال حبس بركة ما تسرقوه، بركة ما استغلوا في العالم الثالث، تطلع ثورة ديرها في العالم، جزائر دارت ثورة في العالم، ناس تحترمها وناس يجيو، كانت اللاجئين بالمئات بالألوف في الجزائر، من المغرب من تونس من موريتانيا من إسبانيا من كل آخر يجيو. خلينا من تاع دول إفريقية سواء كانوا يجوا لجينا وكانوا يجوا يدربوا في الجزائر ولا يجوا يدرسوا في الجزائر، وكنا دولة يا سي. اليوم طحت بينا لأنه جاو الرخاص الجبناء طيحوا بينا، الذل المذلول يذل البلاد. لما تحط واحد مذلول على راس البلاد تذل البلاد، لما تحط واحد جبان يمشي البلاد يبان تكسر. فوالا المشكل تاع الجزائر. ربي يقضي الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.